وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويجيز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها في القانون القائم، ووفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله. خلال الجلسة تمت الموافقة بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلا عن مشروعي قانونين مقدمين من عدد من الأعضاء في ذات الموضوع. وأكد عدد من النواب خلال المناقشات أن مشروع القانون في صورته النهائية أحدث توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية والمصالح الخاصة لملايين المواطنين. أنا بعتبر أن هذا المشروع يحتوي على ما لا يقل من 15 ميزة للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أقلهم يا فندم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات. المواطنين كانوا بيعانوا من هذه المسألة معاناة شديدة جدا، فالمشروع اللي أمام منظور أمام حضراتكم الآن يحل هذه المشكلة، أنه فور تقديم طلب التصالح بيمنح المواطن إفادة تتوقف فيها نظر القضايا. تلا ذلك الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي. كما تمت الموافقة على تقرير بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة، فضلا عن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين مصر وشركة TMH International LC لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة. وأقول إن دي اتفاقية محترمة جدا لتيسير الحياة اليومية لمشاكل المواطنين وخاصة في القاهرة الكبرى. يعني هذه الاتفاقية بتحل مشاكل مرورية لأكثر من 2 مليون راكب يوميا. كما أحال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على مسودة اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ نحو 56.7 مليون يورو لتطوير ساعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية وهيئات مكاتب الخارجية والزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.